بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. حلقه جديده واسبوع جديد من برنامج بالورقه والقلم. النهارده حلقه خاصه جدا وحلقه مختلفه عن الحلقات اللي فاتت. من ساعه ما بدانا لغينا النهارده الكلام في اي اخبار، الكلام في اي امور تخص بكره القدم وبالرياضه طوال الاسبوع اللي فات، علشان ضيفنا الكبير النهاردة هو الكابتن حسن شحاتة، أحد رموز الكرة المصرية والعربية والإفريقية. هنتكلم معاه في أمور كتيرة جدا، هنتكلم في أسرار تزاع لأول مرة، وهنتكلم كمان معاه على الطفرة الكبيرة اللي عاملها في نادي المقاولون العرب. لكن قبل ما نتكلم معاه وقبل ما نطلع لفاصل، هنشوف تصريحات حسين السيد اللي كان معانا الأسبوع اللي فات لاعب النادي الأهلي، وبعدين نستقبل الكابتن حسن شحاتة. نبقى نازلين احنا عارفين احنا عاوزين ايه من الماتش، حتى لو بننزل بنتعادل اي حاجه، بس برضو نازلين عارفين احنا اهم حاجه عندنا 3 بونت. والله العظيم كنا خايفين خالص. قمت من المقصوره رحت قعدت كده ناحيه الصحفيين بعيد كده، فلقيت بقى زحمه جدا. فرحت خدت بعض بين الشوطين وقعدت في اوضه اللبس اتفرجت على الشوط الثاني. سمعت كلام كتير جدا يعني ان انا ممكن اطرد في اي ماتش، لازم امسك اعصابك لو لعبت في افريقيا ولا لعبت مش عارف مين، هتلاقي حاجات دي كتير. فانا مش كده. طب ما انا كنت عملتها قبلها ب7 ماتشات ولا 8 ماتش، كنت عملت اللي انا عملته ده، بس انا كان غصب عني. انا ندمان طبعا، لان انا عمري في حياتي ما عملها كده. انا اللي كان معصبني ان احنا كنا عاوزين نكسب، يعني ما ينفعش ان انا اعمل كده. طبعا كلنا بنغلط، احنا بشر طبعا. انا مش بتكلم على الكابتن صباح، بس انا بتكلم عامه. حضرتك تجيبها مش ضربه جزاء الشوط الثاني. في واحد طلع قال كده يعني بدون ذكر اسماء، طلع قال ده قلبه بقى جامد، ولو لعب لو كان بيلعب في المقصة ولعب من الاهلي قام سلم عليه هيبوسه ويحضنه. قاعد بيقول اي كلام بصراحه يعني. حاسس ان هو مأجر ساعه مثلا فالساعه دي كلها عليا. مأجر ساعه لحسين السيد بس اللي بيطلعها في البرنامج. يومين الاعلام هيفضل ماسكني، لكن مش هو كان ماسكني اسبوع كامل يعني. تقبلت اللي بيحصل فيا، قعدت بتاع يومين وثلاث ايام انا غلطان، يعني استحمل اللي انا عملته. بهدلوني بصراحه يعني، بس ما بيننا وبين بعضنا يعني يعني مفيش حاجه بتطلع خالص. ودي ميزه يعني في النادي الاهلي. على اتكلم معايا في الاوضه بعد الماتش ثاني يوم، اللعبة الكبار حتى كلهم اتكلموا معايا، ما ينفعش اللي بيحصل اللي انا عملته كده. فانا قلت لهم انا غلطان، انا مش قصدي ان انا اعمل كده، فاي حاجه بتحصل يعني انا استاهلها يعني. تقرير الحكم ما كانش فيه حاجه اعتقد. تمام. ما هم لو كان بياخدوا تقرير الحكم الطبيعي انها توقف في 8 ماتشات. فوجئت ب4 ماتشات، لان هو طلع في برنامج قبل كده وفي واحد اعتقد عمل حاجه برضه، فقال ما بناخدش بالفيديو. قعدوا معايا اتكلموا معايا، طب امضي ما تمديش، ما رضيتش ان امضي نهائي، طب خد فلوس، طب امشي. عارف حضرتك الشنطه السوداء الصغيره دي بتاعت السوداء الكيس بتاع الباسكت ده؟ كان ده كان، فبقى قالوا لي خد، فبقول لهم ايه ده؟ فبيقول ده 700,000 جنيه، خدهم وامشي ومش ما تمديش وكده. فما رضيتش، قلت لهم لا مش عاوز، ان انا مش عاوز فلوس. كان في واحد من اعضاء مجلس الاداره بتاعتهم كان لسه جايب عربيه جديده، ما ينفعش اقول اسمها عشان اعلان. فقال لي خد المفتاح، العربيه تحت جديده، خدها وامشي. اقسم بالله اسلام ده حصل يعني. لا واحد قال ده ما شغلوش بواب عندي في النادي يعني، ما اشتغلش بواب، ما ينفعش حتى. وابوه كلمني في التليفون انه النبي خد الواد، خده، هو عايز يلعب في الزمالك.